Oppression isn't only assassination with a silencer. It's a way of life in Arab countries, and it can be very dangerous to challenge it. I'm accused of being biased, and I don't deny it. I'm not neutral. I'm on the side of the poor. If someone were to say that my brush is like a surgeon's knife, then I will have achieved my dream. When I was a child, my mother told me that I was a Palestinian. But the whole world told me I was a refugee. I used to ask myself, what am I? على الأقل لم يتصل بعلمي ما يوضح ملابسات الجريمة. أعرف القاتل بالعام العمومي إذا شئت. أعرف أن هذه ريح السموم التي كانت تعصف وما تزال تعصف إلى حد كبير في الوطن العربي هي قاتلة ويمكن أن ولكن صعب علي تجسيد المجرم. ناجي راح ضحية للجميع بلا استثناء. ضحية حتى أصدقائي. أنا أتساءل وأسأل نفسي قبل ما أسأل غيري، ماذا فعلت لناجي حتى أحمي؟ أنا أشعر بتأنيب الضمير لأن ناجي مات وأنا لم أمت. حقيقة، بصدق تام أقول لك إياها. طبعاً إذا سألتني ما أريد الموت، أنا أريد أن أعيش. ولكن أشعر بتأنيب الضمير لأنه ذنب ناجي هو ذنبنا كل إحنا. في تقديري أن الجهة التي أخذت يعني العدو الذي أخذ قرار يعني تصفية ناجي كان يعني لديه هدفان ثمينان. الأول استمرار سياسته بضرب المبدعين الفلسطينيين، فكما قتل كمال ناصر وكما قتل عبد الرحيم محمود من قبله وكما قتل غسان كنفاني وبعد ذلك علي فودة، ضمن سلسلة الدم هذه سلسلة الجريمة ضد المبدعين ليقتل رمز كبير بحجم ناجي العلي. الفائدة الثانية من الموضوع الإرباك الذي سيسبب هذا العمل الشنيع للمنظمة، باعتبار أن اللحظة التي اختير فيها الاغتيال كانت لحظة سوء تفاهم بين ناجي وبين المؤسسة. Naji Al-Ali was born in 1938 in the village of Al-Shejara in Galilee in Palestine. In 1948, when the State of Israel was formed, he was deported with his family to southern Lebanon. I was a child of 10 when we came to Ain al-Hilwa refugee camp. We were hungry, dazed and barefoot. Life in the camp was unbearable, full of daily humiliations. Ruled by poverty and despair. My feeling for my country started to take shape when I was in elementary school. We used occasions such as the anniversary of the Balfour Declaration or of the partition of Palestine to express our wish to return home. The political and social pressure we were subjected to made us feel as if we were living in a Palestinian ghetto. We were not allowed to work in state organizations, nor to be educated in any schools other than the camp schools. All this brought us together as Palestinians. أنا 59 مثلا يعني كان بداية تعرفي على ناجي العلي، يعني كان شاب في بداية يعني هو أكبر مني شوي، فكان هو يدرس في مدرسة وبعد هيك طبعا أوضاعه كنا التقينا ببعضنا على أساس إنه يعني شخص مسحوق، كان فقير يعني فقير على الآخر، وضعه يعني وضعه المادي تعيس بالإضافة لوضعه الصحي كان يعني كثير تعبان.
فيعني الشاب كان كثير مكافح وكان يعني يحاول يتعلم. Naji entered Beirut's Art Academy in 1958 to study painting. He was continually harassed by the Lebanese secret police and arrested several times during his first year. Eventually, he was forced to leave the academy. طبعا ناجي انحبست انا وياه حبسي في 61 اخذونا على السجن بعد فقعدنا 25 يوم في السجن طبعا يحاول يرسم على بنطلوني يعني اقعد يقول لي اقعد يرسمني على بنطلوني يرسم على يعني كيف ما تيجي على وين ما تيجي يعني على البنطلون على الاجر على الايد من ورا من قدام يعني يقعد يرسم فطبعا بالسجن كان في حرس كل يوم يجي علينا كل 24 ساعه يجي حرس علينا عرفت كيف فالحرس يشوفه عم برسم انه على الحيطان على شو اسمه يقول له شو بتسوي انت يقول له انا برسم رسام يقول له ارسم لي شي صوره فقال له شو بدي ارسم لك قال له ارسم لي اي صوره يا اخي قلت له انا ارسم له صوره واحده عرياني يعني احسن شيء انك تقدر تكسب صداقه هذا العسكري يعني صوره عرياني يعني معقول هذا العسكري يعني بتعرف العسكر فراح رسم له صوره نايمه واحده على ظهرها وعرياني فقلت له رسم لي اياها كمان على نايمه على بطن على صفحه على قفا الصفحه حتى اذا قلبها هيك اشوفها عرياني من قدام واذا شافها هيك عرياني من ورا يكون مبسوط فعلا لما اجى العسكري ثاني يوم قال له رسمت لي قال له ايه رسمت لك تفضل قال له انا راح اخلي لك الباب مفتوح خلص 24 ساعه على هاي الرسمه الحلوه يعني كثير انبسط In 1963, Naji moved to Kuwait, where he worked for Al Talia weekly magazine. I was editor, designer, artist, and office cleaner, all at the same time. At first, I was hesitant. I produced a few cartoons and waited to see how people would react. Their response was wonderful. I began drawing like a person possessed. I only wished I could have been one of those Indian gods with 20 arms and a pen in each hand. علاقتي بناجي يعني ما كان في فيش اقول انه والله يعني صار في قصة حب بينه وبين ناجي وهذا احنا انا وناجي اولاد مخيم واحد وهذا وطلب ايدي من الوالد بعد ما الوالد وافق وأعطى ناجي يعني ناجي طلب من الوالد أنه يقعد معاي فطبعاً الوالد رفض إلا ليكون أخوي موجود قعد يحكي لي هو عن الشغلات بدل ما يقعد يعني ينفش بحاله زي بعض الناس وأنه يكبر بحاله أو هذا يعني صار يحكي لي شغلات سلبية بحياته حتى يخوفني ويعني من وضعه يقول لي يعني إذا أنت يعني إحنا أولاد مخيم وإشي يمكن تكوني أنت انشديتي إلي لأني أنا بالكويت إني بدك تسافري وتركبي طيارة ويكون عندك بالكويت سيارة وإشي هذا وضع مش كتير أنا يعني بعنيني وأنا ممكن أعيش معاك يوم أول يوم تاني يوم أكون بالسجن ممكن نتزوج يجينا أولاد يعني تترملي خلال مدة بسيطة يعني وهيك إشي فقلت له كله يعني فهمته وعرفته يعني وتزوجنا سنة 66 On June the 5th, 1967, Israel attacked Egypt, Syria and Jordan. At the end of the Six-Day War, Israel was in occupation of Sinai, the Golan Heights, Gaza and East Jerusalem. As a result of the war, 300,000 Palestinians left their homes and took refuge in the neighboring Arab countries. حرب 67 او هزيمه 67 كانت اثارها مدمره من جانب وكانت من جانب اخر فرصه تاريخيه لمحاسبه الذات للتنبه ربما لانها كانت زلزالا فقد وقع الزلزال في الخارج وفي الداخل تعرف الانتصار الاسرائيلي في حرب 67 كان غير منتظر وغير معقول يعني الجبهات العربية انهارت خريطة الشرق الأوسط تغيرت فهذا أنشأ هذا أحدث في إسرائيل ما يسمى بنشوة النصر
في سياسي بريطاني كبير قال في حياة الشعوب في أسوأ شيء ما عدا الهزيمة هو الانتصار السهل. The UN Security Council adopted Resolution 242. It acknowledged the existence of the State of Israel, its right to security, and the requirement that it withdraw from the occupied territories. Palestinians rejected the resolution because it did not address their right to self-determination. أن السنوات بين 67 و 70 كانت من أغنى وأعظم سنوات الأمة العربية، يعني سنوات تبلور الإرادة، تبلور إرادة الصمود، إرادة التحدي، العودة إلى ميدان النضال، بداية المحاسبة، التوقف عن يعني تصنيم القائد، عن تأليه القائد، الاكتشاف اكتشاف أن لك الحق كمواطن في أن تحاسب القيادة. The wave of radical change in the Arab world gave rise to a new character in Naji's work called Handler. It became his trademark. This character came out of my life in the camp, a typical child of those days, barefoot, destitute, and deprived. I created this character so that I would never forget where I came from. اسم حنظلة من الحنظل وهو هذا النبات المر، وبالفعل أنه صبي ممرور، ثم أضاف إلى هذا الصبي الممرور ما يؤدي إلى تلك المرارة. أولا أنه صغير يشاهد مأساة شعبه بأم عينيه ويحاول أن يراقب كل ما يجري هناك، ثم أنه طفل أي أنه شاهد عدل لا يكذب، خاصة بعد أن قل شهود العدل في عالمنا العربي مع الأسف. أهم الأسرار في نجاح ناجي وربما كان مفتاح شخصيته كما هو مفتاح رسومه، البساطة، البساطة التي تصل إلى حد السذاجة، البساطة التي تعبر عن ذاتها بذاتها، يعني لا تحتاج إلى ترجمان، لا تحتاج إلى وسيط، البساطة التي تكاد تصل إلى مستوى البديهة، السذاجة الجارحة إلى حد الإيلام، السذاجة وليس العبط، وليس يعني القدرة على التبسيط المذهل، أعقد الأفكار، أعقد المواقف، يعني كانت عند ناجي قدرة مذهلة على تبسيط أعقد المسائل وتكثيف المعنى في خط أو خطين، في ضربة أو ضربتين من الريشة. الآن في بين رسامي الكاركتر نجد من يملك الوعي السياسي، ولكن نجد الكاركتر عنده ثقيل وجاف وكأنه خطاب سياسي، أو نجد خفة الظل أو الرهافة والتلقائية بالكاركتر ولكن هناك موقف سياسي مائع. الفنان ناجي العالي جمع الاثنين وبامتياز. أنا بتذكر يعني أيام ما كنا بالكويت كنا أوقات نقعد بجلسات مثلا يكون عندنا حد يجي حد تاني ضيوف تانيين يعرف ناجي فلان من مخيمنا من عين الحلوي فيتضايقوا. ففي مرة فاتت ست لعندي على المطبخ قالت لي جوزك ما بدي يخلصنا من مخيم عين الحلوي، طيب لشو يعني يعرف علينا بأسمائنا لازم يقول من مخيم عين الحلوي؟
فكان ناجي كثير ينتقد هاي الناس ويعني يرسمها بأساوي يعني. فكان حتى يزيد يعني يقعد ويقول إحنا من عين الحلوة، إحنا يعني صحيح إحنا كنا بفلسطين عنا أراضي وعنا فلاحين يعني كل شيء، بس إحنا هلأ أهلنا بالمخيم عايشين تحت الزينكو. يعني أول ما طلعنا من فلسطين ما كانش عنا شيء نلبسه، يعني كنا نستنى الأعاشي الأنر ولا توزع لنا الأعاشي منشان يعني إمي تسلم الأعاشي تفضي برميل كيس الطحين بالبرميل، وتاني يوم تخيط لنا إياه للكياس تخيطه إلي ولأخوتي كلاسين. فتلاقي تاني يوم نطلع يعني بعدها بكم يوم نطلع على الشارع نلاقي كل واحد كلسونه اللي جاي من أستراليا واللي من USA واللي من كندا واللي، فكان يعني يحب البساطة وما يخجل من الواقع اللي أهله بيعيشوا فيه أو اللي هو عاش فيه يعني. On October the 6th, 1973, Egyptian troops attacked Israeli forces and crossed the Suez Canal. While the Syrian army advanced 5 kilometers into the Golan Heights. The Arab oil-producing countries set up an embargo against the allies of Israel. On October the 22nd, the UN Security Council adopted Resolution 338 to implement a ceasefire. حرب 73 أضافت إلى الشعور بالهزيمة أو أضافت إلى الشعور بالتحدي المرارة. كان الإحساس أننا هزمنا بأكثر مما نستحق في 67. في 73 كان الإحساس بأننا لم نمكن من أن نفعل ما نستطيع. كان الإحساس أنه كان بوسعنا أن نفعل أكثر، يعني بوسع الجيش المصري تحديدا والجيش السوري ومجموع الأمة كان بوسعها أن تفعل أكثر. فأضيف إلى الشعور بالتحدي الشعور بالمرارة. The Secretary of State, Henry Kissinger, left his mark on the Middle East with his step-by-step plan to diffuse the tension in the area and bring about an end to the Arab oil embargo. تركنا الكويت بسنة 74، رحنا على لبنان. كان يعني بعد ما عشنا فترة بالكويت والولاد بلشوا يكبروا هذا، فكان ناجي كتير خايف على الولاد من الحياة بالمجتمع الاستهلاكي الكويتي. يعني كنا نشوف ولاد أصدقاء لإلنا من اللي كانوا يعني طالعين من المخيم وعاشوا بالكويت صاروا يتنكروا لأهلهم لمجتمعهم، يخجلوا يقولوا إنه إحنا ولاد مخيم. فكان كتير يعني قلق إنه ولاده يعيشوا يبقوا يعني يصيروا زي هدول الولاد، ففضل إنه يكون هو قريب من مخيمه وقريب من المجتمع تاعه من البيئة تاعته اللي عاش فيها. فرحنا على لبنان ورحنا كان مسبقا متصل فيه طلال سلمان، يعني على أساس كانت جريدة السفير بدي يطلعها وقال له بدي إياك تكون معاي. On April 13th, 1975, the civil war in Lebanon broke out and fighting spread throughout the country. I'm against this war because it's a sectarian, false war. Poor Maronite Christians are fighting for a bourgeois class that's linked to the West and pro-US Arab states. Poor Muslims are also dying in this war, misled by misconceptions and a failure to identify their true enemies.
برا كان ببيروت ومروح، كنا احنا ساكنين بصيدا فمروح على صيدا جاي لعنا، التقى كان في مره عم تستنى يعني سياره اجره، فوقفته لانه معه سياره مرسيدس، افتكرته انه هو بيشتغل على الخط يعني، فطلعها بعدين بعد ما فاتت قال لها لوين يا خالتي اوصلك، فشافت انه اللهجه فلسطينيه يعني، خافت المرأة قالت لك وين ماخذني هذا هلا، قال لها تفضلي اطلعي وانا بوصلك محل ما بدك، انا انسان فلسطيني، احنا انا ضد الحرب، احنا وياك ويعني انضحك علينا، في فئات عم بتبيع وبتشتري فينا، احنا يعني منحب المسيحية، المسيح خلق بفلسطين، وقعد يحكي لها عن مأساة الفلسطينية، عن خروجنا من فلسطين، عن وضعنا بالمخيمات وصعوبته والحياة، وهذا حتى لما اجت تنزل المرأة كان جايب للولاد كيك وشوية شوكولاتة وهيك، قال لها خدي هذه الحلويات وقولي لهم هذا الحلو هذا من واحد فلسطيني. كان ناجي حالما عظيما، وكان يفهم الثورة يعني من بمنظور الحلم، لم يكن خياليا كان حالما، لم يكن موهوما كان حالما، وكان يريد ويعمل ويصر على أن يحفظ للثورة شرفها ولسلاح الثورة شرفها. كان يعني يصير في مضايقات كتير لدرجة، وإحنا يعني بلبنان كان في تهديد بقتله، وفعلا هددوا هذا، بعدين صار في يعني بعض اللقاءات وهذا ووسطات وهيك الشغلة يعني، زي اللي ما إنها يعني أجلوها، بس مش تأجلت يعني، بس مش إنه يعني فكوا عن ناجي أو إنهن أبعدوا عن ناجي، كانوا دائما يعني يصير في يعني زي إرهاب لناجي يعني، يخوفوه بالموت يعني دائما بالهذا، بس ناجي طبعا ما تزحزح عن مواقفه أبدا ولا بأي شكل، كان بالعكس يعني يقول لي أنا دائما المطالب إني أنا أغير، أو أنا يعني أعمل الشيء اللي هم بدهن إياه، ليش هني مش مطالبين حتى لو عملوا لي دولي، أنا من حقي إن أكون أنقد أشوف أي إشي غلط، مش من حق كل فنان أو كل هذا، عندهم فنانين بترسم، عندهم شعراء، عندهم كل شيء يعني، أنا من حقي أكون بالطرف الثاني يعني، ليش أنا مطالب إن أصفق. In the late 70s, Naji Alali became a well-known cultural figure in the Arab world. His satirical drawings attacking injustice, corruption, the absence of democracy and the abuse of human rights were published in both the left and right-wing press. ناجي العلي وصف دائما بكون بوصلة، مهما اختلفت الأنواع ومهما صعدت الأمواج ومهما اختلف حد البر وحد البحر ومهما ابتعدنا إلى شمال الأرض أو إلى جنوبها، البوصلة لا تغير حركتها أبدا، تعرف اتجاهها تماما. ناجي العلي بوصلت بالإضافة إلى كونها تتجه تشير إلى الحقيقة، فهي تشير دائما إلى فلسطين. Thank you.
The path which Henry Kissinger had opened up led Anwar Sadat and Menachem Begin to Camp David in September 1978. They signed two draft treaties concerning peace in the Middle East. Egypt won back Sinai and became the recipient of a considerable amount of American aid, but it lost its credibility with the rest of the Arab world. This war and its political and military consequences didn't take me by surprise. This was merely the harvest of what the Arab regimes and the Palestinian movement had been sowing for years. Israel just reaped the fruits. جوهر حرب لبنان حرب كذرة أول حرب إسرائيليين كثيرين كانوا يرفضوها. كان في هذه الحرب كانت ظاهرة أولى من نوعها، فريدة من نوعها، هو الرفض للخدمة العسكرية وقت حرب في الطرف الإسرائيلي. دائما لما كانت حرب الإسرائيلي، كل الإسرائيليين هم جنود احتياط، الإسرائيلي كان يدخل في أول طائرة إذا كان في الخارج لكي يرجع ويشترك في الحرب. هذه الحرب قالوا لا، هذه حرب مش ضرورية. بتذكر وإحنا ماشيين رايحين على البحر إجا ناس، شفنا ناس جاي من الاتجاه المعاكس، يعني جايين من عين الحلوة وحاملين أعلام بيضة، يعني مشان يبين للإسرائيليين إنه إحنا خلاص مستسلمين وهذا. فقامت بنتي الصغيرة متذكرتها كان معها ورقة كلينكس بيضة، فمسكتها وعملتها هيك، فانتبه لها ناجي كتير، يعني تطلع فيها تطليع على البنت بده ياكلها، كتير تضايق، شو هذا اللي عم تعملي؟ قالت له بابا ما كلهن حاملين وإشي، قال لها شليها. فكانت كتير بالنسبة لناجي يعني شغلة مش بسيطة إنه يشوف هيك وضعنا، يعني بعد كل هالتضحيات وهل هذا نرجع حاملين أعلام بيضة ومستسلمين للإسرائيلية. كان الاجتياح بالنسبة له وبالنسبة إلنا نوع من التحدي الداخلي اللي يعني إذا بده يفسره الواحد بيقول إنه هذا العدو الذي كنا نقاتله من بعيد، طبعا نقاتله بكلمتنا وبرسمنا وبموقفنا السياسي، أصبح أمامنا وعلى الأقل مثل الجندي اللي بالمعركة إذا كان يقاتل من بعيد ولما بيوصل للعدو ما بيلقي سلاحه. فبينما كانت بيروت على حسب المنشط الأساسي التي صدرت في اليوم الذي دخلت فيه القوات الإسرائيلية إلى بيروت، كان المنشط الأساسي للسفير بيروت تحترق ولا ترفع الأعلام البيضاء. Survival is a matter of chance. You never know whether you're going to be hit by a rocket or not. One day, the bombing was very intense and carried on through the night.
The next day, I came out and saw all the destroyed houses. I drew Handala presenting a flower to the city with the words, "Good morning, Beirut." Imagine, after all this bombing and death, readers pick up a newspaper and someone is wishing them good morning. طبعا ما كان في اي اتصال بينه وبينه يعني كنت اطمئن عنه دائما، انزل الصبح اروح على السوق لحتى اشتري جريدي واشوف يعني اذا فيها رسمه لناجي، اطمئن انه هو بعده طيب. اذا ما وصلت احيانا الاسرائيليه او الكتائب يمنعوا السفير انها تيجي على الجنوب على صيدا، فكتير اضلني عايشه بقلق وخوف انه ممكن ناجي يعني انقتل، انكمش، اعتقل يعني. فحياة كانت كتير بالنسبة لإلي كتير صعبة. When the evacuation of the resistance fighters started, I couldn't come out to say goodbye and to watch people throwing flowers and rice. Despite the fact that I wasn't at all sad, I cried. My weeping wasn't out of sorrow, but in protest at being a Palestinian. I cried for the martyrs and I lamented the situation which led us to this destiny. رغم كل الأوضاع الصعبة اللي بلبنان كانت، ما كان حابب ناجي يترك لبنان أبداً ولا يترك بيروت، يعني رغم أنه معنا إقامة بالكويت وكان يشتغل يراسل جريدة الوطن بهداك الوقت، يعني ما فيش عنا أي مشكلة يعني عمل أو مادة أو إشي. بس وناس كتير كانت مستغربة أنه هو ليش قاعد بلبنان، كان يقول لي يعني دائما يقول بعدي عن لبنان زي واحد يعني بهالأوضاع هاي، زي واحد بيكون متزوج وسعيد هو وزوجته، وزوجته كويسة ومخلصة وإنسانة يعني كويسة ما فيها شيء، وفجأة بتمرض وبيجي بتخلى عنها هو. فأنا مستحيل يعني أبعد عن بيروت وهي بهذا الوضع. في أحد الأيام ناجي كان جاي من البيت على المكتب حاجز لجيش اللبناني منطقة عايشة بكار، وقف السيارة اللي كان فيها ناجي، سأله عن بطاقته وقال له أنه فلسطيني، نزل من السيارة، وقفوا بالشارع حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات، ما عاد بذكر بالتحديد قديش، تعب وجلس على الرصيف، يعني حاول أنه يفهمهم أنه أنا صحافي وأنا فلان، أنا ناجي العلي، أنا بشتغل بجريدة السفير. أول ما فهموا وبعدين استوعبوا أنه لا ما بيجوز يعني ترك هيك. بعد ما جلس ساعات على الرصيف أطلقوا، إجا على الجريدة كان تقريبا باكيا، دمع تقريبا في عيونه، إجا بيقول يعني أنا شفته، شفنا مجموعة من الزملاء، أنه عم يقول أنا تعرضت لهاي المهانة من قبل الجيش اللبناني، يبدو أنا ما عاد في لي مكان ببيروت. لما رجعنا على الكويت بال83 يعني ناجي زي صار عنده ردة فعل من الشغلات اللي حصلت،
فكان يقول لي خلاص وداد يعني أنا بدي أعيش وبدي أرتاح وإنتوا إلكوا حق تعيشوا، ولا عاد أرسم سياسي ولا عاد أهتم ولا هيك، بدي أصير أرسم عن مشاكل الحما والكنة وعن البندورة وعن مش عارف شو وخلص يعني. بس الإشي اللي يعني اكتشفته والإشي اللي كان حاصل يعني إنه لا، رسومه كتير كان فيها حدة وكان فيها نقمة أكتر من أول. The disintegration of the Palestinian movement and the infighting among Palestinian factions led Naji to a public confrontation with the leaders of the PLO. He accused them of corruption, dictatorship, and hijacking the PLO to pursue their own political objectives. بالنسبة يعني للتهديدات اللي كانت تجي من أيام لبنان وبأيام الكويت، وهي يعني بالكويت كانت واضحة تقريبا لكل الناس، يعني كل ما تطلع الجريدة طبعا تاني يوم ناس كتير تتصل فينا يعني تحيي ناجي على هالرسمات. بس بنفس الوقت كانت بعض الناس يعني بعض الفئات كانت تتضايق يعني من رسماته، وطلع حكي إنه يعني إنه في تهديد بقتله هذا، وكثير كنت يعني أقلق عليه، يعني كنت أحس إنه هو داخل البيت أمان، بس لما يطلع بالسيارة فكنت دائما هاجس إنه يحطوا له شغلة بالسيارة، يعني دائما شغلات اللي يعني لا سمح الله تنفجر تقتله أو شيء. فكنت الصبح كل يوم الصبح لما أفيق يعني أروح أشغل السيارة قبل ما هاجي يستعملها، يعني أحس دايماً إنه يعني أنا معلش لو صار فيه شيء ما مشكلة يعني، بس ناجي يعني إنسان من الصعب إنه يتعوض يعني. نعم، تعرض للتهديد أكثر من مرة، وفي إحدى المرات أستطيع أن أقول الأمور على المكشوف. أخذ يصور شخصية ياسر عرفات بشكل مذهل، مثلا يضع مواطن فلسطيني فقير على عند سلم الطائرة يريد أن يسافر وبيده وثيقة سفر، وفي آخر السلم لا نجد غير السماء، سلم فقط لكن ليست هناك طائرة، بينما في الوقت نفسه يرسم جواز سفر أبو عمار وإذا به مجلد مثل الإنسيكلوبيديا، كل الدول تعطيه تأشيرتها وكل الدول تعطيه جوازها. طبعا كان عرفات ينزعج منه كثير. To resolve the tension between Naji and the PLO leadership, Mohammed Al-Sagar, editor of Al-Kabas newspaper, organized a meeting between Naji and Arafat during his visit to Kuwait in 1985. أول ما بادر ياسر عرفات ناجي العالي بي قال له أنت ليه بتشتم شعبك يا ناجي باللهجة المصرية؟ قال أنا ما بشتم شعبي، أنا أمثل شعبي وأنا أنتقد هذول اللي عايشين على دم شعبي فقط، ثم أنت اللي تشتم شعبك. هكذا قال لي ياسر عرفات، أنت تتكلم اللهجة المصرية، لماذا تتكلم اللهجة الفلسطينية إذا كنت تحب شعبك وإذا كنت تمثل شعبك؟ هذه كلمة ليست سهلة. فحاول الأستاذ محمد الصقر أن يخفف الموقف، فرد عليه ياسر عرفات قال لا خلي أنا عارفه دمه عظمه أزرق، يعني عنده حدة وما يعني عنيد.
Despite the popularity which Naji enjoyed among ordinary people, his enemies were strong enough to influence the Kuwaiti government to deport him. He moved to London, where he resumed his controversial work at Al Kabas's international branch. آخر يوم شفته فيه في مطار الكويت كنت مع صديق للأسف ما يحضرني اسمه الكامل صديق عمر وصلنا للمطار قال بالحرف الواحد أنا طالع وعارف إنه راح يقتلوني هناك وأقدر أبقى هنا بس ما راح أحرج الناس راح أطلع واللي يصير خلي يصير حقيقة كان يعاني كثيرا هنا كان يعاني يشعر بالغربة يجد أن هذه الأجواء ليست أجواء ناجي من الأشخاص أو من الفنانين الذين يحبون أن يعيشون في قلب النار ليس على حافاتها ناجي شخص حار يجب أن يكون في نفس ذاك الفرن وليس في هذه البلاد الباردة طبعا ومناخا Naji's suffering and internal crisis were reflected in his work. He became critical of many political groups and governments in the Middle East. Every day, every hour, I expect the official message which will stop my pen from drawing and push me into a corner smaller than the piece of paper I'm drawing on. I've already been banned from stating in my works what I think of the Camp David Agreement. I'm not even allowed to touch on the Palestinian tragedy in Lebanon or to mention the rest of the ridiculous practices in the Arab world. It's tragic. How can an artist breathe in a space smaller than a matchbox? حاولت ناس كثير يعني تقول له انك شوي خفف شوي هذا انا كنت اخاف عليه يعني اشوف بعض الرسومات واشي أقول له ناجي هاي الرسمة ممكن تودينا بداهي ممكن تعمل لك شيء ممكن هذا يقول لي وداد أنا لازم أرسم قناعاتي وكثير صعب إنه يعني أرسم شغلات أنا مش مقتنع فيها أنا موتي مش موتي إني أموت جسديا يعني أنا موتي إني أشوف حالي عم برسم شيء مش مقتنع فيه أرسم إشي هم بدهن إياه أو أصير أشوف الشغلات زي ما هن بشوفوها هاي الشغلات بالنسبة لي هذا الإشي أصعب علي من أن أموت جسدياً. Many are of the opinion that this cartoon, published in Al Kabas on June 24, 1987, satirizing the influence on the PLO of Egyptian journalist Rashida Mahran, put Naji's life in jeopardy. ليس لدي الكثير أقول عن سيدة رشيدة مهران. هي يعني كما فهمت إنه معها شهادة الدكتوراه في الأدب العربي أتت في منتصف الثمانينات أو قبل بقليل إلى تونس وضعت كتابا عن ياسر عرفات أعتقد أنه أردأ كتاب كتب عنه يعني كتاب في تبخير وفي يعني إصغاء لبعض القيادات من وجهة نظرهم يعني فضلا عن ركاكة الأسلوب وكانت تعطي نفسها على الأقل على المستوى الشفوي يعني انطباعات بأنها يعني هي نافذة ومؤثرة كانت بعض المظاهر ترتبط بأسماء مثل اسم رشيدة مهران اللي كانت تعني أنه اللي طب للقيادة هو المقرب أو هو الأفضل مهما كان هذا الشخص سيء أو ما يليق بقضية هذا الشعب فذكر هذا الاسم على هذا الأساس
مو على اساس موضوع شخصي يتعلق برشيده مهران، لانه انا اعرف انه ممكن ما كان يعرف شو هي رشيده مهران الا ما يسمع عنها انه هي تمجد فلان او 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 علان، وعلى على اساس هذا التمجيد صارت لها كلمه مسموعه بالمنظمه. لما كان يتعرض لهذه المواقف ويضطر الى ذكر الاسماء ما كان يتردد، كان يذكرها مهما كانت النتائج. يعني لما إجا تهديد هون وإحنا بلندن، يعني احترت أنا، هو ما كان حابب يقول لي، بس اتصلوا فينا جماعة من الكويت يعني، وكانوا بدهن يحكوا معه وكان هو نايم، فسألت الشخص اللي اتصل إنه في شيء، يعني قال لي ضروري بدي أحكي معه، قلت له في شيء يعني، في شيء لحتى بدك تحكي مع ناجي؟ قال لي بدي أقول له إنه يدير باله على حاله، لأنه سامع إنه في ناويين له على شيء، أو يعني ممكن إنه يحصل له إشي، فبدي أقول له إنه يخبر سكوتلاند يارد، ويعني يكون حذر أو يطلع من البلد أو إشي. فكان ناجي نايم، رحت صحيته أنا، قلت له هيك هيك اتصل فلان وبقول كذا كذا، فحسيت إنه ما تفاجأ بالحكي، فعرفت إنه هو عارف من مدة، يعني إنه وصل له حكي من هالقبيل هذا. أنا شخصياً لم أسمع بهذا التهديد، وبالمناسبة لو صدر مثل هذا التهديد لكان مدانا، وأنا بالنسبة إلي يعني كما قلت أنا أمتثل إلى الحقيقة، والآن لو أن في هذه اللحظة، في لحظة التسجيل، يعني يأتي من يقدم لي بالوثيقة أن ناجي العلي قد تعرض لأي نوع من التهديد أو الإساءة، فأنا جاهز على إصدار بيان الآن رغم السنوات التي مضت على استشهاد ناجي العلي. فيعني الأساس هو الحقيقة، ولكن الحقيقة لها عدة وجوه يعني، ويجب أن نتحراها جيدا قبل أن نخوض في قضايا تمس شرف، يعني الشرف الوطني والشرف الاجتماعي لشعب بكامله. During the 30 years since I started drawing, I feel like I've been through every Arab prison, and I ask myself, what more is there to come? I am prepared to die defending one of my drawings. Because every drawing is like a drop of water which makes its way through the minds of people. في ساعة دفن ناجي العلي وقف أخوه الأكبر جوهر، وكان متماسك وبدأ بإهالة التراب، عندئذ بكى هو، قال الله يرحمه ناجي كان يحب ريحة التراب، كان يتمنى أنه يكون مدفنا في فلسطين، كان يتمنى أنه يرجع إلى فلسطين ويشم ريحة التراب الطازجة هذه المنبعثة من التراب، كانت تجننه، هذه أحلى من كل عطورات العالم. حقيقة ناجي لخصت كلمة أخو جوهر هذه، يعني هذا المعنى، معنى ريحة التراب هي اللي كونت ناجي، هي اللي عملت فنان، هي اللي خلت يقارع كل هالأنظمة وهالمنظمات، وهي اللي أتت بمصرع. I know I have a date with destiny. We shall all meet, the martyrs, the sons of the camps, and all the exiles who carry their country's image in their hearts. We shall raise the Palestinian flag over our soil, and we shall continue.